حضرتك وهيناقش تاني. حضرتك شايف الصورة العامة لأجهزة الدولة البيروقراطية، وكلمة بيروقراطية مش عيب إذا كانت في إطارها الصحيح، هتتحل إزاي؟ طب خليني بس أقول الأول، أنا ما زعلتش من رفض البرلمان للقانون. فعلا؟ آه طبعا. إذا كنا إحنا بنحترم تجربتنا وراضيين عنها، لا أنا مش هزعل. البرلمان ده سلطة تبقى للدستور والقانون، وهو بيناقش المواضيع. انا اشرح لهم، انا اقدم لهم الـ المشروع او القانون او اللي هم يناقشوه، وهم نواب يرفضوه او يقبلوه. نعم، وبالتالي ممكن يكون الملاحظات اللي حطوها ايه، ان احنا نتجاوب معاها ونحلها، ده لصالح المواطن. ده بس عشان بس مساله. نعم. البرلمان الزعل. لا، دي مؤسسه دوله. حقيقي. نحترمها ونقدرها ونشجعها، واللي يعمل غير كده مش للمصلحة. اللي يحاول يقرب من مؤسسات الدولة ويشكك فيها أو يهزها أو يهز صورتها، لا، مؤسسات الدولة دي تمثل مصر، ولا تشكيك ولا القضاء والشرطة والجيش والتعليم والصحة هننتقد عشان نتطور ونحسن من أدائنا، لكن لا، مش كل اللي أنا عايزه المفروض البرلمان يوافق عليه. طب ما البرلمان هيناقش قضية الجزر، دي دولة بتناقش مسائلها، احنا خلصنا شغلنا وبنقول لهم ده وجهة نظرنا، هم يعملوا لجان ويبحثوا ويعملوا اللي هم عايزينه، والقرار قرار نواب الشعب. لا تدخل من حضرتك مع البرلمان في هذا الموضوع على الإطلاق. أنا عايز أقول حاجة، الهدف كل واحد هو مصلحة مصر. يعني مش مفيش تقاطع ولا تعارض بيننا كلنا كمواطن كمؤسسات دولة من أجل المصلحة. لو إحنا اتفقنا على إن ده حقيقة بيننا، ما تشككناش في بعض. طب هرجع حضرتك لموضوع البيروقراطية والتعامل.